بنك التنمية والائتمان الزراعي، عضوة بالاتحاد العام للعمال، عضوة بقيادة المرأة بالنقابة العامة للعاملين، ممثلة حزب حماة الوطن في قائمة حب مصر. المرأة في المرحلة دي المفروض المشاركة وحقوقها في القانونية بالنسبة للمشاركة في البرلمان والمشاركة، وإن هي يكون لها دور فعلا في البرلمان وفي المحليات القوم والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. احنا من برا يصلح قوات المسلحة يا رب، يصلح قوات المسلحة، يحيى مصر يحيى مصر يحيى عبد الفتاح السيسي. اللهم امين. حضرتك كلمينا النهارده عن الناس بتنتخبي بناء على الاولويه، اولا محافظه بتلم جميع فئات الشعب المصري، فبالتالي هي محافظه من اهم المحافظات في مصر. حضرتك لما تعبنا للتعليم عملها تقول لنا املا ان شاء الله يحصل توفيق لجميع المحافظات يا رب، وينهض البرلمان ده بالدولة المصرية. يا رب يا رب يهدي أمة محمد. طبعا احنا دعمنا الانتخابات بقلوبنا وقلنا للناس كلها تنزل علشان التغيير. احنا قدرنا نغير في ثورة 25 يناير وقدرنا نغير للأحسن. إذا سيادتك البرلمان ده بيدعم التغيير فلازم كل الناس تنزل، وأنا بناشد كل الناس اللي تنزل الانتخابات وتدعم. هنا الانتخابات نزيهة جدا، مفيش حد بيأثر على حد، مفيش أي نوع من أنواع التحديد، الجيش نزيه للغاية، واخد بال حضرتك، واقف في حماية كل المواطنين، واخد بال سيادتك. فطبعا دي تحية للجيش المصري. وايه رايك بقى في وجود احزاب كانت موجوده على الساحه اختفت وظهور احزاب جديده؟ دي ظاهره صحيه جدا بالنسبه للبرلمان. تمام سيادتي، ظاهره اولا يعني انا بتكلم عن السيده المصريه، انا شايفه ان هي ليها تواجد جدا في البرلمان وفي الانتخاب، وده شيء جيد جدا ان احنا بدانا نرتقي بالفكر. طبعا حضرتك وبدعم الشباب كلها اللي تنزل تنتخب، دي نقطه برضو احنا مستقطبينها. لكن طبعا انت عارفه ان في يعني سياسات مثلا الشباب نازله عليها، احنا عايزين برنامج توعيه للشباب وبرضه ان هم ينزلوا يدعموا الوطن بصوتهم، حتى ما يخليش مكان للفاسدين. يعني احنا بنقول ان ما فيش في مكان للفاسدين، مين اللي هيغير الفاسدين؟ الشباب هي اللي تنزل وتغير الفساد. هو مين اللي قام بصوت 25 يناير؟ الشباب. طب احنا بنناشدهم ان هم ينزلوا من اجل تغيير الفساد ويكملوا حلقه الدم. طيب ايه اللي هتطلبيه من المرشح اللي انت انتخبتيه النهارده؟ محتاجه منه ايه؟ انا محتاجه منه بص الميزانيات الايجابيه بالحضرتك، يحقق لي منها هامش كبير جدا لخدمات الشعب زي الصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، المدارس والتعليم. طبعا يعتبر دلوقتي كل الناس بتقول علينا التعليم اي للصعود في مصر، احنا طبعا دلوقتي بنناشد كل المواطن المصري يحط ايده في ايد بعضه الشباب يشتغل ويعمل حلقه متكامله للتعليم في مصر، هو فعلا انا شايفه ان هو اي نصف. فبدعم ده ان كل البنود تبقى مركزه على التعليم. لما التعليم ينهض فيه ايضا بينا الفكر طبعا ما هو التعليم في المركز الاول، الصحه في المركز الثاني. لما تتحقق العداله الاجتماعيه تتحقق ان الشباب تشتغل، يبقى احنا كده حققنا كل اهداف المثلث الناجح لاي برلمان. وانت حاجه طلباتكم ايه من البرلمان الجديد؟ احنا طلباتنا من البرلمان انا عايزه ربنا ينجحهم ويكتبوا للمستشفيات والناس المرضى والناس الغلابه اللي زي حالاتنا واطفالنا اللي في الشارع في الشوارع، وربنا يخلي السيسي انا السيسي لانه انجز لنا انجازات كتير واغرقنا من الغرق، طلعنا من الغرق، كنا مصر بتغرق. السيسي ربنا ينصره، ربنا طلعه لمصر حماية مصر، لان مصر محروسه بامر الله من الصلاح وكاس على الفساد، اضع الفساد اضع الفساد. واحنا بنقول يا رب نجحك يا سيسي والرجاله بتاعتك اللي انت تختارها، اولادنا، وانا معايا عيل